يا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. النهارده السبت في مجموعه من المباريات المهمه جدا في ملاعب كتيره جدا في العالم. بنتكلم انه عندنا النهارده مواجهه مانشستر سيتي ضد ليفربول اللي طبعا مو صلاح محترف فيه، ده كاس الاتحاد الانجليزي. عندنا كمان مباراه مهمه للنادي الاهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانيه لبطوله دوري ابطال افريقيا، ده في القاهره هنا، ومفروض انه الدور الجاي ان شاء الله الاياب هيكون في المغرب. عايزين نتكلم على هذه الاحداث الرياضيه المهمه، نعرف كده كمان كابتن ايهاب جلال والمختار والمنتخب لتدريب المنتخب الوطني، ايه الفرص اللي ممكن تكون في انتظاره المنتخب نفسه الفتره الجايه دي، نتوقع منه ايه ان شاء الله في ظل وجود كابتن ايهاب جلال، وحاجات كتيره تانية هنسال فيها ضيفنا الكريم اللي منورنا في هذا الصباح الدكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليكم طبعا وكل مشاهدي اكسترا نيوز. كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير عليك. وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم جميعا. الله اكرم. دكتور عثمان، نبدا من اكتر حاجه يمكن هتهم الناس النهارده، القاعده الجماهيريه طبعا للنادي الاهلي قاعده كبيره وشعبيه كبيره جدا، وبالتالي اللقاء ده ممكن نبدا بالاهلي امام الرجاء المغربي. الرجاء متصدر يمكن مجموعته وعامل ماتشات ونتائج هائله جدا، شايف حضرتك فرص الاهلي عامله ازاي النهارده؟ التشكيل المتوقع، اصعب حاجه هتواجه الاهلي في لقاء اليوم من وجهه نظرك؟ يمكن احنا خلاص دخلنا مرحله خروج المغلوب، دي تختلف تماما عن دور المجموعات. يمكن دور المجموعات مسموح لك انك ممكن تتعادل، ممكن تخسر، وده تعرض ليه النادي الاهلي بالفعل. خسر مرتين من سان داونز، تعادل مثلا في مباراه كان مع المريخ السوداني، كان ماتش صعب وكان 3-2 للاهلي بعد ما كانت 2-2 وسجل هدف في اخر دقايق لعمرو السوليه، اتعادل مع الهلال السوداني في السودان 0-0. دور المجموعات عندك في امكانيه انك تتعادل وتخسر فبتعوض، لكن دلوقتي دخلت مرحله خروج المغلوب خلاص ما بقاش في تعويض، لازم تحقق نتائج كويسه على ارضك عشان ماتش الاياب طبعا خارج الارض الوضع سنه مختلف. اصعب كمان. اصعب، انت لسه بتقول اصعب حاجه هتواجه الاهلي ايه؟ اصعب حاجه هتواجه الاهلي هم حاجتين، الاصابات المفاجاه، ويمكن دي حاجه لسه من دقايق حاصله من دقايق او خلال الساعات الاخيره هنقولها للناس خلال الدقايق اللي جايه. الحاجه الثانيه ان ماتش الرجاء المغربي في المغرب هيكون طبعا بحضور جماهير، فهيختلف تماما عن السنوات اللي فاتت، واحنا شفنا نادي الزمالك تحديدا السنه دي عانى مع الوداد المغربي في دور المجموعات، الزمالك تقدم بهدف في اول 3 4 دقائق، لكن جمهور الوداد كان له دور كبير جدا جدا انه يساند الفرقه عشان يحولوا النتيجه من 1-0 الى فوز 3-1، فاعتقد هو في عقبات كبيره جدا جدا جدا. يعتبر الخبر الحزين ان جمهور الاهلي هو اصابه علي معلول خلال الساعات اللي فاتت. يمكن علي معلول ده الخبر الجديد اللي بتقول عليه، ده حصل خلال الساعات اللي فاتت، ما سمعناهوش امبارح. علي معلول عنده شد في العضله الضمه، او يعني شك كده في الشك في العضله الضمه، الم فحتى ما اتمرنش التمرين الاخير امبارح، والجهاز الطبي فضل راحته، والمفروض ان هو في اشاعه هتتم النهارده قبل المحاضره الاخيره على اساسها يتم تحديد معلول موجود او لا، بس بنسبه كبيره علي معلول يكون خارج هذه المباراه، وده طبعا هيغير كتير من حسابات موسيماني، فكره التشكيل المتوقع هيعتمد على العمدة الاساسيه بالنسبه لهم. طبعا العمدة الاساسيه للنادي الاهلي، ومش بس العمدة الاساسيه، ده مفاتيح اللعب اللي بيعتمد عليها موسيماني في الجناح الشمال. هو عدم وجود علي معلول اصلا بقى بيزعل جماهير الاهلي نفسه، يعني احنا كجماهير اصلا بنبقى قاعدين متضايقين لو احنا مش شايفين معلول بيلعب معانا. لاعب ليه بصمه مميزه جدا جدا، لاعب مريح بالنسبه لك خصوصا في الشق الهجومي، بيعمل مفتاح لعب كبير مع انه باك شمال. الحاجه الثانيه متميز في تسديد ركلات الجزاء، فبالتالي برده لو انت حسب لك ضربه جزاء تبقى مرتاح بنسبه كبيره ان هو يخش وعنده هدوء اعصاب هيقدر يتعامل مع هذا الموضوع. لكن الفكره دلوقتي ان موسيماني بيفكر مين بقى هيلعب باك شمال، وفي كلام كمان إيه ربما اللي قدامه؟ في كلام كمان كبير ممكن يغير الخطه خالص، بدل يلعب 4-2-3-1 يلعب 3-4-3 اللي هو بدا بيها الموسم، 3 ورا يبقى حمدي فتحي ليبرو، وطبعا خلاص ما فيش جدال بقى هيبقى ياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم هم المساكين. لو لعب 4 ورا او 3 ورا هنشوف لسه هيستقر على ايه. هو عنده 3 اختيارات في الباك الشمال، في ايمن اشرف ممكن جدا يلعبها ولعبها مع منتخب مصر، وطبعا ايمن اشرف اصلا كان باك شمال قبل ما يكون مساك. طبعا في كمان محمود وحيد لكن خبرته هتبقى ممكن قليله شويه، وفي مفاجاه ممكن يبقى كريم فؤاد، وكريم فؤاد كان بيلعب كام ده في ام بي، بيلعب باك يمين وبيلعب باك شمال، فربما نشوف ده كريم من فتره شويه. ما هو قبل ما يجي الاهلي كان بيلعب في ام بي يمين وشمال، بس هو طبعا في الاهلي بيلعب يمين بس هو او محمد هاني، خصوصا بعد اصابه اكرم توفيق بقى عنده فرص اكبر للمشاركه، فوارد يكون كريم فؤاد مفاجاه وهو باك الشمال النهارده، يمكن الاقرب ما بين كريم فؤاد وايمن اشرف، لكن هنشوف موسيماني هيستقر عليه. باقي التشكيل مش هيبقى فيه مفاجات كتير، يمكن السوليه وديانج ممكن يكونوا في وسط الملعب بنسبه كبيره، خصوصا لو حمدي فتحي هيلعب ليبرو زي ما قلنا من شويه. المثلث الهجومي هم في 4 لعيبه هيلعب بينهم 3 اللي هم قفشه وبيرسي تاو ومحمد شريف واحمد عبد القادر، اعتقد 3 من 4 هيلعبوا، الا لو قرر يغامر ولعب قفشه في نص ملعب مثلا زي مركز 8 اللي هو جنب الوسط ملعب مدافع،
ويلعب بثلاثه قدام بيرستاو ومحمد شريف واحمد عبد القادر، بحيث ان هو عاوز يجيب هدف مبكر يعني يربك حسابات الرجاء المغربي. الرجاء زي ما انت قلت من شويه فرقه قويه جدا جدا، لكن انا مش شايف هيبقى الاهلي كان هيلعب يا رجاء او الترجي او الوداد، فمش فارقه الثلاثه شمال افريقيا الثلاثه كانوا متصدرين وقريبين من قوه بعض وقريبين جدا من قوه بعض. ده انا لو شفنا حتى التاريخ اخر خمس سنين الاهلي والترجي والوداد تحديدا هم اللي خدوا الخمس بطولات، الاهلي نسختين والترجي اثنين والوداد نسخه، فالموضوع مش بعيد يعني. احنا المفروض عايزين نحقق ايه النهارده قبل ان شاء الله ما نروح المغرب؟ تمام، طبعا المطلوب النهارده انك تحقق فوز، ما تخشش في مملوك اهداف، يعني مثلا نتيجه 2-0 تعتبر مثاليه، عشان برضو بعض الناس بتبقى مخيلتها عايز تجيب سكور كبير، وده صعب جدا جدا في هذه الادوار. ليه؟ بدليل لان دور 8 المستويات متقاربه جدا جدا، عشان كده حتى بقول لو فريق مركز اول مركز ثاني مش هتفرق كتير. بدليل الاهلي السنه قبل اللي فاتت تحديدا، الاهلي خد السنه اللي فاتت واللي قبلها، السنه قبل اللي فاتت لعب سان داونز في دور 8، الناس كانت خايفه جدا جدا، والاهلي وقتها كان مركز ثاني برضو، كسب في القاره 2-0 وتعادل في جنوب افريقيا 1-1، ف 2-0 النتيجه تعتبر مثاليه في هذا الدور او في هذه الادوار. اهم حاجه ما يخشش شباكك اهداف، عشان قاعده الهدف تحتسب خارج ملعب بهدفين في حاله التعادل نتيجه الماتشين مجموع الماتشين دي لسه ساريه في افريقيا، عشان الناس ربطها شويه باوروبا، هم اوروبا خلاص لغوها لكن احنا في افريقيا شغالين بيها لسه. 1-0 يبقى كويس لينا ولا 1-0 برضه كويسه في ظل ان الفريق ما يخشش فيه اهداف دي، يعني 1-0 افضل من 2-1 المهم ان الصفر افضل من 3-1 فانت نظافه شباك مهمه، وانك طبعا تسجل ده امر مهم جدا جدا، لكن هنأكد تاني ان المهمه هتبقى صعبه المره دي. الرجاء مع جمهوره هيبقى شرس جدا جدا في ملعبه يوم الجمعه الجايه ماتش العوده ان شاء الله الساعه 12 بالليل، يمكن برده الميعاد اتعدل كذا مره، هو ميعاد النهائي ان شاء الله الجمعه الجايه 12 بالليل، يعني ان شاء الله قبل السحور مباشره الناس هتتفرج على الاهلي ورجاء العوده، هيخلص على الساعه 2 تقريبا، الا بقى لو طول لو دخلنا في وقت اضافي وركلات ترجيح، فاعتقد المباراه هتبقى سهره ممتعه جدا جدا. لكن زي ما قلت المستويات متقاربه، بدليل ان امبارح دور الثمانيه بدا وفاق السيف الجزائري مع الترجي التونسي في الجزائر، المباراه انتهت 0-0 والفرقتين عندهم فرص ان هم يسجلوا اهداف. النهارده بترو اتلتيكو الانجولا هيلاعب سان داونز الجنوب افريقي، ماتش في انجولا الاول الساعه 6 ان شاء الله قبل الفطار مباشره، وبالليل الساعه 11 هيختتم عندنا مانشستر قبل افريقيا شباب بلوزداد الجزائري هيلاعب الوداد المغربي في الجزائر برضو ماتش الذهاب. فاعتقد الماتشات كلها متقاربه جدا جدا، وزي ما احنا شايفين ست فرق في شمال افريقيا، وشمال افريقيا مسيطره على البطوله من اول 2017 حتى هذه اللحظه، فاعتقد يعني مش فارقه مين هيلاعب مين او الاهلي كان هيلاعب مين، كل الماتشات صعبه، لكنه وفقا اللي شفناه السنه اللي فاتت واللي قبلها هو قادر على التحدي ده، ولو كانه السنه دي هيبقى اصعب بكتير، يمكن القدر حط في طريق الاهلي كل الناس اللي عايزين يسقروا منه. يمكن سان داونز الاهلي خرجوا السنه اللي فاتت واللي قبلها، فجاله سان داونز في المجموعات. الاهلي هيلعب الترجي، كانوا مع بعض السنه اللي فاتت على طول في قبل النهائي، والاهلي فاز رايح جاي. والترجي ربما يكون منافس محتمل للاهلي في قبل النهائي مره ثانيه، يعني الترجي اتعادل امبارح كمان 0-0 خارج ارضه، فربما الاهلي والترجي يكون في قبل النهائي، فماتش سائر جدا للفريق التونسي. الاهلي والرجاء في دور الثمانيه اللي هو ماتش النهارده، اخر حاجه الاهلي فاز بيها كاس السوبر الافريقي كان على حساب الرجاء المغربي، وبسيناريو كان بالنسبه للرجاء كابوس، الرجاء متقدم من اول الماتش، الاهلي اتعادل في الدقيقه 90 ونفتكر جون هدف طاهر محمد طاهر بركلات ترجيح الاهلي يفوز بيها، فسيناريو صعب جدا على الفريق، عنده برضو حميه ان هو عاوز يعوض الخساره دي لحد ما يوصل بقى النهائي. المنافس المحتمل برضو سان داونز او الوداد، برضو هيظل لقاء سائري سواء كان ده او ده، خصوصا الوداد المغربي الاهلي خرجه السنه قبل اللي فاتت في الدور قبل النهائي مثلا. سان داونز طبعا في منافسه قويه جدا مع الاهلي خلال السنه الاخيره، السنه دي سان داونز فاز رايح جاي في دور المجموعات، لكن لو وصلوا مع بعض النهائي مباراه واحده اعتقد الوضع هيكون مختلف تماما سواء للاهلي او سان داونز. قبل ما نروح للمباراه المقبله وقبل ما نروح حتى للدوريات الاخرى عالميا، خلينا برضو محليا. البطوله دي حضرتك لسه بتقول علي معلول والاصابه دي يعني مفاجاه حزينه اتصور لاغلب جماهير النادي الاهلي، ومع ذلك لو ممكن بيتسو موسوماني ان هو يغير التشكيله، حضرتك بتقول ممكن يخليها ساعتها 3-4-3، ممكن يغير الطريقه، هل يلحق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي ان هي تتعامل بخطه جديده بفكره جديده يا دوبك في ليله المباراه؟ لا اعتقد ما فيش مشكله، لان موسوماني السنه دي بدا ب 3-4-3 وكانت مفاجاه للجميع، وبدا بشكل قوي جدا جدا وحقق نتائج متميزه، فاز على الاسماعيلي 4 وعلى الزمالك 5-3 وعلى بيراميدز 3-0 بطرق مختلفه. يمكن ماتش بيراميدز تحديدا الاهلي فاز فيه 3-0، الاهلي بدا 4-2-3-1 وغيرها ل 4-3-3 وختم المباراه ب 3-4-3، يعني لعب في نفس المباراه بثلاث طرق مختلفه، فدي مش فارقه بالنسبه للعيبه. هي الفكره ان موسوماني حسب ما شفناه في الماتشات الكبيره لا بيبقى مركز كويس جدا، والمفروض انه بيعمل نتائج مميزه، بدليل اللي عمله مثلا في كاس العالم للانديه كان ناقصه 8 لعيبه بتاع منتخب مصر او 7 لعيبه، ومع ذلك فاز على موتيلي المكسيكي بفريق معظمهم من البدلاء،
خسر قف قبل النهائي، لكن في ماتش الثالث والرابع الاهلي قدم مباراه فوق خيال اي اهلاوي على الهلال السعودي وفاز 4-0. حتى كان في طرد او حاجه للفريق السعودي، ولكن الاداء داخل الملعب كان واضح من الاول، الاهلي داخل فايق وداخل احسن، رغم ان كان في مخاوف قبل الماتش الاهلي ممكن يخسر بسكور، لكنه موسيماني ذاكر المنافس كويس، واعتقد ده المطلوب النهارده في ماتش الرجاء المغربي. اكيد في تخوفات في جمهور الاهلي اخر ماتشين، الاتحاد السكندري فوز بصعوبه 1-0 وخساره من المصري البورسعيدي 1-0، في قلق من المستوى، الاداء ما كانش على قد الموجود او الناس مستنياه، لكن متوقع النهارده الوضع اعتقد هيكون مختلف، حضور برده جمهور حوالي 20000 متفرج، هيبقى ليه عامل السحر في ملعب السلام ان شاء الله. اعتقد ان شاء الله هيكون يعني ايه، نتمنى الاهلي يكمل في هذه البطوله، وكان نفسنا والله الزمالك يكمل، لكن بكل اسف كان كنت معاكم في اللقاء هنا وقلنا نتمنى الزمالك يتجنب سيناريو السنه اللي فاتت اللي حصل، لكن بكل اسف تكرر السيناريو، كان باسوء شويه ويخرج من دور المجموعات، لكن ان شاء الله تعود الفتره الجايه، ونتمنى برضو بيراميدز والمصري ان شاء الله يكملوا في الكونفدراليه، يمكن يلعبوا بعض في قبل النهائي ان شاء الله، ربنا يكرمهم وفريق مصري يفوز بدوري ابطال افريقيا وفريق مصري يفوز بالكونفدراليه ان شاء الله. خليني اروح معاك بقى للدوري الانجليزي ومانشستر سيتي وليفربول. ليفربول اولا صلاح هيلعب ولا لا؟ التشكيل انت شايفه ايه النهارده؟ مش عارف، متحمسه جدا للمباراه. لا هو النهارده ليفربول بنسبه كبيره هيلعب بتشكيل اساسي، والسيتي نفس الكلام. الفكره ان الفرقتين هم السنه دي القدر برضو حطتهم في وش بعض على طول في اكتر من منافسه مختلفه. هو القدر كان رحيم شويه ان ما جوش مع بعض كمان في قرعه الدور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا، كان وارد يطلعوا قدام بعض ده لحد دلوقتي يعني، الله اعلم يمكن قدام. لا انا فاهم، بس انا كان ممكن كمان تيجي دور ثمانيه، كان تخيل بقى هيلعبوا بعض في الدوري، وكان ماتشين في دوري الابطال، وكمان النهارده ماتش الكاس، كان هيلعبوا 4 ماتشات في 10 ايام، لكن القدر كان رحيم بيهم ان هو حدفهم بعيد عن بعض لحد النهائي. مانشستر سيتي وليفربول طبعا منافسه على الدوري شرسه جدا، الفرق نقطه واحده من الفرقتين، وباقي حوالي 5 جولات او 6 جولات، منافسه صعبه جدا جدا. اي فرقه هتقع الموضوع هيبقى صعب جدا في الجولات الاخيره. جم النهارده في كاس الاتحاد الانجليزي قبل النهائي، يعني اللي هيفوز هيروح ماتش النهائي وهيلعب الكسبان من تشيلسي وكريستال بالاس، فبطوله جديده للفرقتين بيبحثوا عنها، فاكيد الاثنين عايزين يخشوا زي بيقولوا كده يكسروا بقى حاله التعادل من الاثنين. يمكن الفرقتين ماتش الدور الاولاني في الدوري 2-2، ماتش الدور الثاني اللي كان من ايام برضو خلص 2-2 في ملعب الاتحاد في مدينه مانشستر، ف 2-2 و 2-2 تكافؤ غير طبيعي. الاثنين مدربين يورجن كلوب وجوارديولا الاثنين بيعرفوا يلعبوا بعض كويس قوي قوي قوي، فالنهارده التحدي يشوفوا مين هيقدر يكسر هذا التعادل. هو اغلب التعليقات جايه انه التحدي النهارده تحدي مدربين اكتر منه تحدي لعيبه نفسهم، وهم حتى يعني اثنين مدربين بيتحدوا بعض، وهم الاثنين حابين الموضوع يعني. الميزه في ان هم بيتنافسوا مع بعض، حابين الموضوع، حتى كان في سلام بينهم. كان سلام حار جدا بينهم بعد الماتش اللي فات لما خلص 2-2، حتى التعليقات قبل الماتشات، قبل الماتش وبعد الماتش، احترام كبير جدا جدا للثنائي، وكل واحد بيقول ان المدرب الثاني بيعرف يلعبني كويس. يمكن جوارديولا كان ليه تصريح مشهور قوي، قال ان الناس هتفتكر بعد سنين المنافسه اللي كانت بيني وبين كلوب في الدوري الانجليزي كانت عامله ازاي. هما اتنين مدربين لهم فكر محترم جدا جدا، طريقه لعب تكاد تكون متشابهه، الفريقين فيهم نجوم كبار طبعا، نجمنا محمد صلاح في ليفربول وكتيبه من النجوم، والناحيه الثانيه في كيفن دي بروين لاعب المنتخب البلجيكي، لاعب مميز جدا جدا جدا، مع كتيبه من نجوم زي رياض محرز الجزائري، ولاعيبه برده كبار وتقال في كل الخطوط. بالصدفه الاثنين حراس منتخب البرازيل، ايدرسون في مانشستر سيتي، اليسون بيكر في ليفربول، لا ففي توليفه قويه جدا جدا في الفرقتين. الفكره ان الاثنين طالعين الخطوط كمان الحقيقه طبعا، يعني كل الخطوط واحد في لعيب متكاملين، نص الفرقتين متكاملين، فالمنافسه صعبه، والاثنين عايزين يفوزوا او ياخدوا خطوه يوصل نهائي كاس الاتحاد الانجليزي. طبعا ليفربول خد كاس الرابطه، عايز يكمل في سيره البطولات، عشان لو ما فازش بالدوري اللي بينافس عليه لحد هذه اللحظه ممكن ياخد بطولتين محليتين برضو، يعني ماشي الدنيا معاه، خصوصا ان احنا كمان الفرقتين موجودين في سيمي فاينال دوري ابطال اوروبا. وارد جدا يكون النهائي ليفربول ومانشستر سيتي، ده امر وارد. السنه اللي فاتت كان مانشستر سيتي وتشيلسي كان نهائي انجليزي، من سنتين او من 2019 لو انا مش غلطانه، لو انا فاكره صح، تشيلسي السنه اللي فاتت في النهائي لعب كويس قوي، وهو اللي خد، هو فاز باللقب، فاز 1-0، مش بس الفوز، لعب كويس قوي، يعني لعب بشكل تكتيكي كويس جدا قوي، كان في استموات كده طبعا، قتال على كوره. وتشيلسي كان هيعمل ريمونتادا مع ريال مدريد لما خسر فرده 3-1 وتقدم 3-0، ولكن طبعا مباراه كانت صعبه جدا جدا، ومباراه كانت متكافئه بشكل غير طبيعي، فربما يكون النهائي برده السنه دي انجليزي في دوري ابطال اوروبا، وواضح انه ممكن يكون على موعد مع مواجهه جديده ليفربول والسيتي. يمكن ليفربول هيلعب فياريال الاسباني، وليفربول ريح كتير من لعيبته الاساسيه في ماتش بنفيكا البرتغالي. دي حضرتك عليها هنا، ممكن نقول ان في ميزه نسبيه عند ليفربول مقارنه بمانشستر سيتي قبل اللقاء ده، لان هو في اخر ماتش يعني ريح عدد مش قليل من اللاعبين. ده حقيقه،
ما كان كسبان 3-1 بره ارضه، فالموضوع بالنسبه له كان لطيف يعني. وحتى البدلاء اتعادل 3-3، صلاح وماني لعبوا دقائق بسيطه في اخر الماتش اللي فات ربما، وده برده بيوضح ان كلوب بيفكر في ماتش النهارده ان هو يريح اللعيبه في ماتش دوري ابطال اوروبا بعد النتيجه الكويسه خارج ارضه. لكن مانشستر سيتي كان عنده مواجهه تقيله قوي مع اتلتيكو مدريد الاسباني في اسبانيا، مباراه كانت عنيفه جدا جدا. انتهت 0-0 والسيتي اتاهل بالفوز 1-0 ذهابا، لكن الماتش كان عنيف جدا جدا ده جوه الملعب، وبره الملعب كان في ضرب في الكوريدور وخناقات وحماس غير طبيعي. الناس ممكن تكون شافتها، كان في كواليس غريبه للماتش ده. فاعتقد زي ما قلت السيتي مجهد شويه من مواجهه تقيله زي اتلتيكو مدريد. هل جوارديولا هيفكر زي ما انت قلت كده دلوقتي اريح شويه لعيبه عشان عندي بعد كده ريال مدريد ماتش هيكون صعب جدا جدا، ولا هيغامر مش هيحط كل البريشر عليهم المره دي، ولا هيغامر ويلعب بالاساسيين عادي وما يبقاش عامل حساب الفتره الجايه؟ اصل خلي بالك دلوقتي هو الاهم ايه كبطولات بالنسبه لسواء لليفربول او لمانشستر سيتي؟ الدوري، الدوري ودوري ابطال اوروبا، ودوري ابطال اوروبا يعني رقم واحد. لا يعني لا اكيد دوري ابطال اوروبا ده مجد مختلف تماما، ده مهم. يلي الدوري الانجليزي، يلي كاس الاتحاد. عشان كده ربما تلاقي جوارديولا النهارده ربما تلاقيه بيريح لعيبه عشان الحسبه دي، ان انا بفكر في الدوري وفي دوري الابطال، ما انزلش كل الثقيله اللي عندي، ما انزلش كل التقال اللي هم مجاهدين اصلا واخسر منهم حد، لان المرحله اللي جايه في الدوري هو عارف ليفربول مش هيرحمه لو ضيع اي انا نقطة. لو كانوا هفكر كده على فكره، ده امر منطقي على فكره، لان ليفربول فرق نقطه تحرقش كل كروتك. يعني الفرق نقطه، فلو خسرت اي حاجه الفتره الجايه وليفربول ركب جدول الترتيب هيبقى العمليه صعبه في ظل ان فاضل 4-5 جولات. نعم. موضوع صعب. طيب احنا اخيرا عشان وقتنا بيخلص، الكابتن ايهاب جلال المنتخب المصري، توقعات حضرتك ايه؟ طموحاتك ايه؟ ومنتظرين منه ايه الفتره اللي جايه؟ طيب كابتن ايهاب جلال اكيد بنتمنى له التوفيق في مهمه صعبه جدا جدا جدا، مهمه يا جماعه تقيله، اتقل ما حد ممكن اي حد يتخيل. لا مهمه صعبه وتقيله قوي قوي. طبعا لسه في مفاوضات على موضوع الجهاز المعاون، وفي نقطة مهمة جدا عشان برضو انا بتمناها من اتحاد الكرة الحالي واي اتحاد كرة، مش مقصود الناس اللي ماسكين دلوقتي، زي ما كنتوا بتساندوا المدرب الاجنبي ادوا 50% بس من المساندة دي للمدرب المصري. دي نقطة مهمة فعلا، لان كارلوس كيروش يعني كان معمول له كده، مش عايز اقول حجاب ولا حاجز، يعني كان اي حد بيتكلم لا استنى لما يخلص، استنى عندنا الكاس العالم، محدش هاجم دلوقتي، محدش يتكلم وحش، اي حد كان عاوزه جابه لحد ما نشوف النتائج، اي حد كان عاوزه جابه في الجهاز المعاون، طلب مثلا محلل معين، محلل اداء جابوه، طلب مدرب مساعد معين جابوه، ما كانش في تدخل في اختياره، محدش اللي عايزه جابوه. كان في مدربين مصريين بالتشاور معاه واتفقوا معاه وكملوا، كابتن ديار السد وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري، مفيش اي مشكله. لكن احنا عايزين كابتن ايهاب جلال الجاي الحق، يعني ابسط حقوق اي مدرب انه يشتغل مع التيم اللي هو شايفهم مناسبين بالنسبه له. الناس تاخد بالها ان القصه مش مدرب بس، كره القدم مختلفه تماما. يعني احنا بنقول جوارديولا او يورجن كلوب، لا ده وراه كتيبه كبيره لدرجه ان كان الناس تفتكر الكتيبه دي قطعا لازم يكون في بينها هارموني وتناغم. ده مظبوط بالدليل ان جوارديولا فتره كان معاه ارتيتا اللي هو حاليا مدرب ارسنال، كان هو دراعه اليمين قبل كده كذا مع كل الانديه اللي كان مدربها، لما سابه قعد فتره على ما بدا خلاص ينسجم مع حد تاني يبقى هو دراعه اليمين او المساعد الاساسي بتاعه. وبعد كده طبعا مايكل ارتيتا خلاص بقى مدير فني لوحده، بقى عنده تيم لوحده مع ارسنال وعامل شغل كويس جدا جدا، هو طالع من مدرسه جوارديولا. فدي الفكره، ان المدير الفني ابسط حقوقه ان هو يعني يوفروا له الناس اللي هو محتاجهم يكونوا معاه. اتمنى وكمنا نقطه قبل كده كذا مره، يعني ننسى بقى لعبه التوازنات، عشان بعض الناس بتفكر لك ايه، انا جبت واحد اهلي هجيب واحد زمالك، اصل جبت اتنين من اصلهم اهلي اجيب اتنين اصلهم زمالك. ننسى القصه دي، احنا منتخب مصر افضل حاجات بلاش يعني موضوع اهلي وزمالك وكامل ده خلاص. على كلام حضرتك طبعا، يعني كان افضل حاجات حققناها كانت مع منتخب وطني، كان كابتن حسن شحاته، وكان في الفتره دي دخل بعض العناصر وبعض الاسماء من انديه مختلفه ما كانش حد بيركز معاهم او باصص عليهم، وبرده ما مشيش بحسب طريقه الحسبه دي، وعمل انجازات كبيره. وكان مساعد كابتن شوقي غريب، حسن شحاته كان اصله زمالك، كابتن شوقي غريب المحله، كانش فيها حسبه اهلي وزمالك والكلام ده. احنا عايزين نفكر مصلحه منتخب مصر خلاص، لو انتوا استقريتوا على كابتن ايهاب جلال لهذه المرحله يبقى لازم مسانده كامله ودعم كامل وتوفر له كل الظروف، خصوصا ان الموضوع يا جماعه احنا ما عندناش وقت. يعني احنا دلوقتي مستنيين بمناسبه مصر والسنغال في قرار نهائي ان شاء الله خلال ايام، النهارده 16 المفروض وفقا للمعلن ان يوم 21 ابريل يتم حسم هذه القضيه. طبعا الاتحاد المصري طلب بشكل رسمي اعاده المباراه وبعت كل الملفات او كل الشكاوى اللي قدمها في هذا اللقاء، وكان الفيفا طلب مستندات ثانيه وتم ارسالها ليه، وتم التحقيق بالفعل مع الاتحاد السنغالي على المشاكل اللي حصلت في هذا اللقاء. احنا مش عايزين نتعشم قوي ماتش يتعاد ولا لا، لكن خلينا نبص للي جاي. احنا شهر 6 اللي جاي على طول عايزين نبني تصفيات يعني مؤهله لكاس امم افريقيا، فاحنا ما عندناش رفاهيه ان احنا نضيع وقت خالص عشان المدير الفني يجي يلحق يشتغل. كابتن ايهاب جلال عنده ماتشين مع بيراميدز يخلصهم،
ويبدا مباشره طبعا منتخب مصر ربنا يوفقه في هذه المرحله ان شاء الله. نعم. طبعا. دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي جزيل الشكر ليك يا فندم. شكرا. يعني انت حاسس ان ممكن يبقى في فعلا مجال ان الماتش يتعد؟ والله نتمنى، عشان برضو ده سؤال مهم قوي قوي الناس كلها بتتكلم عليه. بملخص المفيد، اللائحه فيها العقوبات اللي الناس متوقعاها، اللي هي يقول لك ماتشين بدون جمهور وغرامه ماليه، ودي طبقت كتير جدا جدا جدا، لكن اللائحه فيها اعاده مباراه، واللائحه فيها توصل لدرجه الغاء المباراه. يعني اللائحه موجود فيها كل حاجه. الفيفا بقى هيحكم بايه، او لجنه الانضباط في الفيفا هتحكم بايه، ده هنشوفه. لكن اللي احنا عارفينه الاتحاد المصري استاذ جمال علام اعلن بشكل واضح ان الفيفا لو ما قررش اعاده المباراه لكنه ادان السنغال باي عقوبه، ما اي عقوبه بقى فيه ادانه اللي هو الاقل مثلا غرامه وماتشين بدون جمهور، دي كده ادانه، هياخد الحكم ويطلع بيه على محكمه رياضيه الدوليه يطالب فيها باعاده المباراه، وفقا ان في ادانه، ان حاجه حصلت في ماتش مصر والسنغال. ان وده برده موضوع مهم، واتمنى الفيفا يعني يطبق المبدا بتاعه اللي هو الفير بلاي. احنا يعني اي ماتش في اي ماتش دولي بنشوف علم اصفر كده مكتوب عليه فيفا فير بلاي، اللي هو الشعار الرسمي للفيفا، اللعب النظيف. فانت وفر لي جو لعب نظيف زي ما حصل مع السنغال هنا، استقبال على اعلى مستوى، فنادي على اعلى مستوى، وصلوا المطار راحوا للفندق في اقل من 15 ل 20 دقيقه واجراتهم خلصت، راحوا التدريب الرئيسي من الفندق لملعب استاد القاهره في جو نظيف تماما، ما حدش تعرض لهم في يوم يعني الماتش. احنا زي ما حضرتك بتقول تركيزنا كل الظروف في الاخر على مؤازره المنتخب، في نفس الوقت ان احنا بندعم المدير طبعا نشتغل بشكل متوازن له كل التوفيق عشان ندور على حقنا المنتخب تاني، ندور على حقنا ونسند المدرب الجديد، ما دام قررنا عن مدرب جديد يبقى كلنا وراه، كل مصر معاه. سيبك بقى موضوع اهلي وزمالك واسماعيلي وهو اصله مين، عشان دي برده نغمه انا مش فاهمها. كابتن حسن شحاته ربنا يديله الصحه كان اصله من نادي الزمالك، كانت مصر كلها كانت وراه، وكان معظم الفرقه ساعتها من النادي الاهلي، ما كانش حد بيبص للكلام ده، كان كله بيبص ان مصلحه منتخب مصر هي الاهم. منتخب مصر فرحنا في 2006 2008 2010 عايزين الجيل الحالي ان شاء الله ربنا يكرمه. اللعيبه دي صعب جدا، خسروا مرتين نهائي كاس افريقيا، وصلوا كاس العالم مره، ان شاء الله الجيل ده يقدر يعمل اكتر من كده، ولكن في ظل يكون في مسانده ودعم كامل للجهاز الفني اللي هيوصل الفتره الجايه. دكتور عثمان ابراهيم الناقد الرياضي جزيل الشكر لحضرتك. هنختم بجد خلاص ان شاء الله، كل شويه نشكر حضرتك ونرجع نسال سؤال ثاني لانه الحوار معاك ممتع الحقيقه. شكرا ليك يا دكتور. احنا نطلع لفاصل قصير، وبعد هذا الفاصل نعود لاستكمال ما تبقى في حلقتنا من هذا الصباح.